قالت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة عن تراجع إقبال الأجانب على المراكز الصحية بنسبة تصل إلى 80% بعد رفع رسم الاستشارة الطبية عليهم إلى 7 دنانير. وأوضحت أن 7 دنانير التي نص عليها القرار هي للاستشارة الطبية فقط، فيما تحدد كلفة بقية الخدمات الطبية بناء على نتيجة الاستشارة التي قد تستدعي إجراء تحاليل أو أشعة، ومن ثم يكون الخيار للمريض بين إجرائها في مرافق وزارة الصحة أو في إحدى المستشفيات من القطاع الخاص. مو إلزامي على أنهم يروحون يجون المراكز، فلا يمكن تقدير الإيراد من 7 دينار إلا بعد فترة لما نشوف، لأن احنا تونا مطبقينه، فبعد فترة ممكن الواحد يشوف الإيراد بعد ما يبدأون، لأن بعضهم يمكن ما يجون المراكز عندنا، فيمكن يروحون إلى مراكز خاصة، فإحنا ممكن نعرف الإيراد بعد، يعني نقدر نقول كل على مستوى كل 3 أشهر. قاعدين الحين احنا نشوف كم أولا الأعداد اللي جت من الأجانب، وكم اللي أخذوا يعني قدمت لهم الخدمة بال7 دينار، يعني يمكن بعد 3 أشهر نقدر إن إحنا نعرف الإيراد. يعني هو ال7 دينار هي فقط تكون استشارة طبية، حسب الدراسة الأولية الملاحظة، أو بالأحرى لم نعمل دراسة، ملاحظة أولية إن فعلا تقريبا خف الضغط على المراكز الصحية، لأن اتضح إن كثير من يعني بالذات العمال الأجانب أو الأجانب يأتون مجرد لأخذ الأدوية، وهذه الأدوية لأنها مجانية فهذا تكلف الحكومة مبالغ طائلة جدا، يعني والأغلبها طبعا إحنا نقول المواطن البحريني، فهذا الأدوية اللي هي الهدف كان هي الأدوية، فلما يكون ما في أدوية اتضح أنه ما حد كان يجي المراكز، بالتالي أنه يعني يمكن نقول أنه خفف الضغط تقريبا حدود يمكن 70 إلى 80%. فبالنسبة لأن الأغلبية لأن شاف أنه ما بحق هدفه. السبب الآخر بعضهم يجون عشان يأخذون إجازة مرضية للعمل، فالإجازة بتدفع لها 7 دينار، فأوفر إنه يروح العمل ما يأخذها ب7 دينار.